نعم أحمد، كانت القوات الروسية قد شنت عمليات هجومية باستخدام المسيرات خلال الليلة الماضية من نوع شاهد 136، طالت مقاطعات في جنوب أوكرانيا، وهي بالتحديد مقاطعات ميكولايف وأوديسا. قيادة القوات الجوية كانت قد أعلنت عن إسقاط 10 مسيرات من هذا النوع في أجواء هذه المقاطعات. ما تسببت فيه حطام إحدى هذه المسيرات كان قد سقط على مرفق للبنية التحتية، مما تسبب باندلاع حريق، قامت قوات أو فرق الإنقاذ بإطفائه لاحقا. ولم يشر بلاغ الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا بوقوع إصابات. أيضا هناك فيما تعلق بالقصف الروسي خلال الليلة الماضية الذي طال عدة مناطق في جنوبي وشرق البلاد، هناك بحسب ما أعلنته الإدارة العسكرية في منطقة دينيس، كان القصف الروسي استهدف منطقة كوراخبا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح. أيضا في منطقة خرسون جنوبية أوكرانيا كان هناك قصف روسي استهدف بعض الأحياء في وصف في داخل المدينة، وأيضا بعض القرى المحيطة منها قرية زيلونوفكا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 أشخاص بجروح. أيضا فضلا عن إلحاق أضرار بإحدى سفن الشحن كما قالت الإدارة العسكرية، وأيضا بمزرعة وصومعة للحبوب. هذا فيما يتعلق بالقصف الروسي أو الهجمات الروسية خلال الليلة الماضية. لكن أيضا هناك على الصعيد الميداني هناك تطورات. بحسب بيان هيئة الأركان الأوكرانية، كانت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية شنت 141 هجوما في مختلف محاور القتال في الجبهتين الشرقية والجنوبية. نتحدث بالتحديد عن محاور كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديفكا ومحور نوفابافلوفكا. القوات الأوكرانية كانت قد تصدت لعشرات الهجمات من قبل القوات الروسية، وتحديدا في محور أفديفكا يتم الحديث عن صد 25 هجمة للقوات الروسية في هذا المحور تحديدا. هذه المنطقة التي كانت قد استولت على بلدتها، بلدة أفديفكا، القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي. لا تزال المعارك جارية هناك، ويبدو أن الجيش الروسي يعني مصمم على التقدم في هذا المحور تقريبا تحديدا، بعدما انسحبت ايضا القوات الاوكرانيه من قريه لاستشكينا. هذه القريه التي تبعد عن مدينه أفديفكا نحو 7 كيلومترات، هي كانت قد اعلنت انها قد أعدت خطوطا دفاعية بشكل مسبق لانسحاب هذه القوات إلى خطوط دفاعية آمنة تستطيع من خلالها منع التقدم الروسي تحديدا في محور أفديفكا. يعني المحاور الأخرى، نتحدث عن محور باخموت، 11 هجمة كانت قد شنتها القوات الروسية خلال الساعات الماضية، وذلك في جنوب مدينة باخموت. نتحدث عن قرى وبلدات كليشيفكا وأندريفكا. في هذه المناطق أيضا كانت قد شهدت عدة هجمات من قبل القوات الروسية وتم صدها من قبل القوات الأوكرانية. محور أيضا ليمان كان قد شهد 11 هجمة خلال الساعات الماضية، هجمات روسية باتجاه المواقع الأوكرانية. أيضا المحور الآخر الذي بدأ يأخذ زخما عسكريا أكبر هو محور نوفا بافلوفكا. هذا المحور الذي شهد خلال الساعات الماضية 29 هجمة من قبل القوات الروسية في هذا الاتجاه.